أجل الأضحية ما جاش سنتين بس وزنه كبير جدا، ينفع نضحي به ولا لا؟ اللي نضل فتاة تقول ينفع. لا، النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تذبحوا إلا مسنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني من البقر ما بلغ تقريبا سنتين فصاعدا، والذي كسر يعني له سنتان ظاهرتان بعد سقوط الأسنان اللبنية، والثني من الإبل تقريبا 5 سنوات فصاعدا، والثني من الماعز 16 سنة فصاعدا، ومن الغنم 16 فصاعدا، على ما يقوله كثير من أهل العلم.